قوية وسمح الباب أمامها، وأختم كلمتي بأننا قاضيات وقضاة مصر ندرك عظم الأمانة التي نحملها والرسالة التي نؤديها في إرساء دعائم الحق والعدل ورد الحقوق ونصرة المظلومين، ولن نقصر أو نتهاون في أداء هذا الدور على الوجه الأكمل لعلنا نرد جزءا من جميل هذا الوطن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.